السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت بلاد فارس أو بما يعرف اليوم دولة إيران، كانت دولة سنية حتى بداية القرن العاشر الهجري، لكن ظهرت بعض الشخصيات التي أثرت على مجرى الأحداث السياسية والدينية وغيرت هذا الاعتقاد من مذهب السنة إلى مذهب التصوف، ثم بعد ذلك إلى مذهب الرفض مع إدخال بعض الخرافات والخزعبلات، حتى وصلت الأمور إلى مرحلة الزندقة والإلحاد. من ضمن هذه الشخصيات التاريخية ظهر في عام 912 هجري، ظهر ملحد زنديق يقال له شيطان قالي. من ضمن هذه الشخصيات ظهر شيطان قالي أو شيطان كالي، هذا في عام 912 هجري الموافق 1507 ميلادي، ظهر ظهورا عجيبا واعتنق مذهب الرفض والإلحاد والزندقة، وكثر القتل والسلب والنهب في عصره وكثر الفساد، فهيأ الله له السلطان بايزيد ابن السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية، وأرسل له وزيره علي باشا، فتقابل وقتل هذا الزنديق شيطان قالي، وأسكن الله الفتنة في سنة 915 هجري. ثم بعد ذلك ظهر إسماعيل بن حيدر بن جنيد الصفوي، وهو مؤسس الدولة الصفوية في إيران، وكان يعتنق المذهب الصوفي، ثم تغير إلى مذهب الرفض، ثم بعد ذلك اعتنق مذهب الإلحاد حتى وصل به الأمر إلى أن يسجد له جنوده ويعتقدون بربوبيته، وله قصص كثيرة، وسفك الدماء وقتل من البشر ما يقارب 100,000 رجل. كلما دخل مدينة أجبر أهلها على الدخول بمذهب الرفض أو التشيع، حتى قتل الكثير منهم في العراق وفي كازاخستان وفي أذربيجان وفي مدن العجم، حتى وصل إلى تبريز واتخذها عاصمة له، وقتل جميع العلماء في بلاد العجم وأحرق كتبهم ومصاحفهم، وقام بنبش قبور العلماء الموتى وأحرق عظامهم، ونشر التشيع أو مذهب الرفض في هذه الدول، وقتل العديد من الناس، وهيأ الله له السلطان سليم الأول ابن السلطان بايزيد، وهو حفيد السلطان محمد الفاتح، فتقابل هو وإياه في سهل جالديران أو جالديران، هذا جالديران تقع الآن في الشمال الشرقي لتركيا الحالية، وهي على الحدود بينها وبين إيران تقريبا. وكان جماعة إسماعيل الصفوي يعتقدون بربوبيته، ولهم من القصص الكثيرة، حيث أن في أحد المرات سقط منديل له في البحر، وكان في أعلى الجبل، وقام 1,000 من العسكر برمي أنفسهم حتى بعد هذا المنديل، وكانوا يعتقدون بربوبيته، كما ذكر صاحب كتاب الإعلام بإعلام بيت الله الحرام محمد النهرواني، يذكر أن سقطوا 1,000 من العسكر خلف هذا المنديل، لأنهم كانوا يعتقدون بربوبية إسماعيل الصفوي، ووصل مرحلة من الإلحاد والزندقة، ما الله به عليم. لكن هيأ الله له السلطان سليم الأول، وتقابلوا في سهل جالديران أو تشالديران، وانتصرت القوات العثمانية على
الشاه إسماعيل الصفوي وقتلوا العديد من جنده، حيث تفوق العثمانيين في هذه المعركة بالمدافع، حيث جلبوا أكثر من 300 مدفع في هذه المعركة، مع أن العدد متساوي، إلا أن العتاد تفوق في هذه المعركة وانتصر السلطان سليم على إسماعيل الصفوي وكسر شوكة الرافضة وتوسعهم لمدة قرن من الزمان، تقريبا مدة 100 عام، واستولى على تبريز عاصمتهم، وكذلك على أذربيجان وعلى العراق، وأخضعها للدولة العثمانية. ثم تحالف إسماعيل الصفوي، طبعا هذه المعركة حدثت عام 920 هجري الموافق 1514 ميلادي، وبعدها بعامين تقريبا في العام 922 هجري 1516 ميلادي تحالف إسماعيل الصفوي مع المماليك بقيادة قنصوه الغوري، وعلى مبدأ أن عدوي هو صديقي، حيث أقنع إسماعيل الصفوي قنصوه الغوري سلطان المماليك بأن السلطان سليم الأول سوف يقضي على دولة المماليك وعلى الدولة الصفوية ويلتهم جميع هذه الدول ويضمها للدولة العثمانية. وهذا يعتبر من الخيانة لتحالف المماليك أو قنصوه الغوري مع الصفويين. لكن السياسة سبحان الله تعمي الأبصار. فتقابلوا في معركة مرج دابق قرب حمص، وانتصر العثمانيين بقيادة سليم الأول على المماليك وحليفهم إسماعيل الصفوي، وقتل في هذا المعركة قنصوه الغوري. طبعا المعركة الأولى اللي هي تشالديران بعد انتصار السلطان بايزيد على إسماعيل الصفوي، تقول الأخبار أنه هرب وسلم بنفسه، لكنه قبض على زوجته وزوجها السلطان بايزيد لأحد الكتاب، كتاب السلطان، انتقاما من هذا الشاه إسماعيل الصفوي. ونلاحظ أن الفتن منبعها من بلاد الفرس أو بلاد إيران الآن، أو دولة إيران، منذ القرن العاشر وحتى يومنا هذا، فهم يصدرون الفتن والثورات والقتل وسفك الدماء ويظهرون المذاهب الضالة.